كيف تحصل على مجلة مثل هذه تسويها من خلال برنامج وورد؟ شوفوا شلون شكلها. مجلة جدا رائعة. ممكن انك انت تسوي مجلات خاصة فيك تسويق او للأسرة او الى اخره. شفت شلون؟ الان راح نعرف الطريقة. طبعا اول شيء تحتاجونه برنامج الوورد المعروف، تمام؟ بعطيكم بس نبذة بسيطة ان المجلة لازم تبدأ برقم 8، لانك في كل ورقة فيها 4 صفحات اذا سويناها مجلة، تمام؟ فالثمانية هذه نزيدها 4 تصير 12، يعني تكون 8 صفحات او 12 نزيدها 4 6 16 نزيدها 4 20 وهكذا، تمام؟ اذا اقل عدد هو 8 صفحات من هنا. طيب كيف الحين احول هذا الكتاب؟ اول شيء اروح تخطيط الهوامش، هنا هوامش مخصصة، نحطها افقي، تمام، ونحط صفحتان لكل ورقة، بعدين موافق. الان مثل ما قلنا هنا الصفحات راح احط اقل عدد 8، يعني مجلتي الان مكونة من 8 صفحات، قلنا كل ما تزيد، تمام، حطيناها 8 صفحات. ودي أكبر الخط. هو أكثر مشكلة لما الحين أنا أكبر الخط، مثلا بخليه 30، شوف يتأثر بالصفحات اللي بعده، شوف زاد الآن صار 16 لما تلاحظون هنا، فالتنسيق شوي صعب فيها شوي. بس الآن مثلا أيوة 8 صفحات، تمام. الآن أبعلمكم كيف تعرفون ان هذه اول صفحة او ثاني صفحة او ثالث صفحة. هذه الصفحة الاولى، تمام، وهذه الصفحة الثانية، وهذه الصفحة الثالثة، وهذه الرابعة، وهذه الخامسة، وهذه السادسة، وهذه السابعة، وهذه الثامنة، تمام. طبعا هي تبجيكم بالشكل هذا اللي هو كبير شوي، نصغره من هنا، تمام، لما نحصل على كل صفحتين نشوف صفحتين اعرف هذا التنسيق، تمام. بوضح لكم بالرسام. الرسام نختار مثلا هذا، لازم تكون بالشكل هذا، هذا الاول، بعدين الصفحة الثانية، بعدين كذا الصفحة الثالثة، بعدين الصفحة الرابعة مثلا كذا بالشكل هذا. هذا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، على سبيل المثال. وهو أصلا المجلة 8 أو تمام 12 أو 16 وهكذا، تمام، علشان قلنا الصفحة الواحدة فيها 4، صفحتين من هنا من قدام من وجه، وصفحتين من الوجه الآخر، تمام. طيب خلاص عرفنا. الآن بقول بالطباعة، طبعا الطباعة تختلف، إذا أنا طابعتي الآن خلينا نسوي طباعة، هنا خصائص الطباعة، أحط طباعة على وجهين يدوي. أنت عاد ما أدري شلون طابعتك أو وش نوع طابعتك، المهم كلها تطبع على وجهين. الآن نسوي طباعة. الآن تطبع، تلاحظون هذا 1 و2. الآن نقلب الصفحات، قلبناها، نطبعها على الجهة الأخرى، تمام. شوفوا تلاحظون. الآن كما تلاحظون طبعت، وبعلمكم شلون تدبسون. وما عليكم من الخلفية، لكن احنا نحتاج فرشة أو شيء مكان ندبس فيه. طبعا هذه الأوراق تلاحظون راح ندبسها هنا بالمنتصف، هنا واحدة هنا واحدة،
تمام. طبعا أول شيء أقوم فيه إني أفتح الدباسة بالشكل هذا، بعدين أدبس بالمنتصف. هذه واحدة وهذه ثانية. لاحظون دبستها. الآن بشكل يدوي أقوم أعدل الدبابيس إني أثنيهم بالشكل هذا، تمام، وأثني الثاني. لاحظون هذا برضه نفس الطريقة، نثنيه والثاني ثنيته. الآن نقوم نصفطها بالشكل هذا، ومبروك عليك، يعني حصلت على مجلة. الحين كما تلاحظون هذا رقم واحد، تمام، هذا رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية. طبعا بإمكانكم تحطون برواز، أجي عند تصميم حدود الصفحة، تمام، مثلا أحط البرواز هذا كما تلاحظون صار هذا البرواز. المهم تقدر تعدل وتكتب، لكن مشكلة أنا مثلا لو أحط هنا مسافات ألاحظ أن الكتابة نزلت، فهذه مشكلة لازم تنتبهون لها. طبعا هذه المجلة حقتي اللي أنا وريتكم أنا إياها بالبداية، هذه الصفحة الأولى، هذه الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، الصفحة الخامسة، الصفحة السادسة، السابعة، ثامنة، تاسعة، 11، 12. طبعا هذه المجلة اللي وريتكم إياها بأول مقطع من مجلة، هذه أنا سويتها، تمام. طبعا هنا الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، 11، وهنا الأخيرة 12. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.